سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، ومن ضمننا دلوقتي في الاستوديو استاذ تامر هشام الناقد الرياضي في الشرق الاوسط. مساء الخير عليك. مساء الخير. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام طبعا. من امبارح للنهارده وبالاخص بقى من النهارده الصبح من زياره لاسارتي للنادي الاهلي تفقده بقى لاستاد مختار التتش ودولاب البطولات والجوله اللي عملها جوه النادي، السوشيال ميديا كلها قايمه وكل الناس بتتكلم عن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. شفت التعاقد معاه ازاي؟ تمام. هو من امبارح للنهارده كان في احداث كتير جدا في النادي الاهلي، كواليس كتير، تعاقد مع لازارتي، تعاقد مع جيرالدو. امبارح اتفاجئنا كلنا ان مجلس الاداره اعلن وصول لازارتي لمطار القاهره والقاهره تمهيدا للتعاقد معاه، والنهارده بالفعل تم التعاقد مع لازارتي عشان يمسك الفريق ان شاء الله الفتره الجايه. انا شايف ان مجلس الاداره وبالاخص كابتن محمود خطيب اتعامل بذكاء كبير جدا مع الموضوع. جدا يعني سمعنا اجتهادات فظيعه كتير، يمكن 100 اسم جه علينا سمعناه ولا واحد فيهم كان توقعه او اجتهاده كان صح. ما تمش ذكره في اي تقرير أبداً. واي اجتهاد صحفي الفتره الاخيره. الناس كلها كانت رايحه لاسماء تانية خالص، ستيف بروس، كيكي فلوريس، حتى مارينو دياز، كارينيو، كل الناس كانت بتتكلم على اسماء كتير مرشحه لتدريب الاهلي. مجلس الاداره وبالاخص كابتن محمود خطيب المختص بملف قطاع الكره قدر ان هو يروح في حته ثانيه خالص واثبت للناس ان هو كان شغال في ملف ثاني خالص. اسم مارتن لازارتي كان بعيد تماما عن كل التقارير الصحفيه اللي كل فاتت، كل التوقعات. محدش خالص كان متوقع ان لازارتي هيكون مدرب الاهلي دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه. وكان حريص برضو مجلس الاداره ان التعاقد من خلال الموقع الرسمي. موقع رسمي فقط امبارح اللي ذكر وصول لازارتي لمصر عشان يدرب النادي الاهلي. ما فيش حد اتكلم خالص عن الموضوع. صحيح. تمام. كان في سريه كبيره عن الموضوع جدا، يعني يمكن اكيد طبعا وصوله النهار امبارح للقاهره ده معناه ان كان في مفاوضات معاه على الاقل قبلها باسبوعين ثلاثه من بدري. كان في اكيد طبعا. فان يكون كل الوقت ده في سريه تامه وكل الاسماء اللي بنسمعها كارينيو شويه، دياس شويه، ستيفن بروس شويه، اسامي كلها بعيده تماما. صحيح. ستيف بروس. صحيح. اسماء كلها بعيده عن مارتن لازارتي. طبعا يعني ما فيش ولا شخص واحد كان بيجتهد الاجتهاد الصح يعني. يمكن كمان من انجازاته دوري اوروجواي في الدرجه الاولى في سنه 2005 2006، دوري الدرجه الثانيه في اوروجواي 2004، صعد كمان بفريق ريفر بليت الاوروجواياني لدوري الدرجه الاولى، دوري الدرجه الثانيه كمان في اسبانيا في 2009 2010، وصعد كمان لازارتي بفريق ريال سوسيداد الدرجه الاولى، كمان حقق مع فريق يونيفرسيداد لتشيلي بطوله الدوري والكاس وكمان كاس السوبر في 2014 2015. كمان بيقولوا عليه انه من المدربين اللي عندهم عين حلوه قوي، يعني خبير ازاي يقدر يكتشف المواهب الكبيره. وطبعا لو اتكلمنا هنتكلم عن لويس سواريز، هنتكلم كمان عن طبعا جريزمان اللي لسه نشر صوره معاه صحيح يمكن امبارح بيتكلم عن مشواره في كره القدم وعن اول شخص اكتشفه، فهو طبعا كان لازارتي. يمكن لازارتي هو يعتبر اسم جديد على الكره المصريه وعلى الملاعب المصريه وحتى الكره الافريقيه، بس هو يعتبر اسم كبير في امريكا الجنوبيه وله اسم كبير وتجربه كبيره في اسبانيا زي ما قلت مع ريال سوسيداد. قدر مع ريال سوسيداد ان هو يطلعهم من دوري الدرجه الثانيه للليغا الاسبانيه، وعمل معاهم مستوى كويس جدا، والفريق صعد المركز الخامس معاه بعد ما كان بيلعب في دوري الدرجه الثانيه. طبعا ليه تجارب كبير في امريكا الجنوبيه، كدرب فرق كتيره في اوروجواي ابرزها طبعا ناسيونال، قدر ياخد الدوري 3 مرات مع فريق ناسيونال، درب فرق في تشيلي، درب فرق في كولومبيا، وكمان الحاجه الكويسه ان هو زار المنطقه قبل كده وزار الشرق الاوسط قبل كده، كان مدرب لفريق الوصل الاماراتي سنه 2002، قدر مع فريق الوصل ان هو يوصلهم لمركز كويس، للمركز يعني الخامس، مسك الوصل كان الوصل الفريق المركز الاخير في جدول الدوري الاماراتي، قدر ينهي الموسم معاهم في المركز الخامس، وده شيء كويس ويضيف ليه مع فتره جامعه الاهلي ان هو برده يعرف يزور المنطقه العربيه، عارف شكل الكوره ازاي هنا، عارف تفاصيل برده كويسه. ويعني ممكن بس يكون في نقطه سلبيه بس عليه ان هو يعني اخر فريق تولى تدريبه كان فريق ناسيونال في اوروجواي، رحل عنه في ديسمبر 2017. يعني هو يعتبر سنه كامله بدون تدريب، بس ان شاء الله دي ما تكونش نقطه سلبيه ويقدر
يكمل مشواره على الاهلي ان شاء الله بشكل كويس الفتره الجايه. يا رب ان شاء الله. من الكلام برضو اللي سمعناه عن نزارتي ان هو عنده شخصيه قويه جدا جوه الملعب وبره الملعب، ودايما يعني ما بيتكسفش ان هو يواجه اخطائه، يعني لما بيخطا بيطلع بيقول عشان ما يخليش اللعيبه هم اللي يشيلوا الغلط بتاعه او هم اللي يتحملوا طبعا الضغوطات من الجمهور. يعني من بحثنا عليه كده خلال الساعات اللي فاتت عرفنا ان لازارتي يعني زي مدرب عنده حميه، بيعرف يمكن النقطه الايجابيه اللي فيه ان هو بيعرف يتعامل نفسيا كويس جدا مع اللعيبه، بيقدر يحضر اللعيبه يخش الماتشات، بيقدر يطلع كل الطاقات من اللعيبه. برضو كمدرب تكتيكي هو بيميل لطريقه 4-2-3-1، صحيح، ودي الطريقه اللي الاهلي تقريبا بيعتمد عليها في الفتره اللي فاتت، مش هيكون في اختلاف كبير. برضو برضو مدرب تكتيكي كويس، قرينا عنه ان هو كان عمل شغل كبير مع ريال سوسيداد طبعا في الدوري الاسباني، دوري مش سهل، وانك تصعد بفريق زي ريال سوسيداد من دوري الدرجه الثانيه للليغا الاسبانيه وياخد مركز خامس زي ما شفنا، طبعا مدرب كويس، وان شاء الله نتمنى له التوفيق ان شاء الله مع الاهلي الفتره الجايه. اكيد ان شاء الله. طيب كمان من امبارح للنهارده كان في احداث تانيه حصلت غير طبعا لازارتي وتولي القياده الفنيه للنادي الاهلي. جيرالدو لاعب الانجولي وانضمامه لنادي الاهلي، اللاعب ده لعب باول انذار كلها ليه في الموسم اللي فات من دوري ابطال افريقيا. تمام، جيرالدو امبارح برضو الاعلى من ضمن الاحداث والكتير اللي حصلت امبارح، الاهلي اعلن تعاقده مع جيرالدو نجم فريق بريمير دي اجوستو الانجولي. التعاقد هيستمر لمده 4 سنوات ونص. جيرالدو يعتبر النجم الاول في انجولا، نجم اول اغسطس الانجولي، قدر ان هو يصعد الفريق في النسخه اللي فاتت من دوري الابطال للدور نصف النهائي، وكان الفريق قريب جدا من ان هو يوصل للمباراه النهائيه. دول طبعا شفنا الاحداث اللي حصلت في الماتش اللي قبل النهائي قدام الترجي. جيرالدو لعب 10 مباريات في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، قدر ان هو يسجل 4 اهداف، وكان احد نجوم الفريق لما يكون النجم الابرز، صنع 3 اهداف، احرز 4، كان واحد من ابرز نجوم البطوله السنه اللي فاتت. الاهلي قدر ان هو يخلص الصفقه برده في سريه، قدر كان في منافسه كبيره مع الترجي التونسي ومع الهلال السوداني، الاثنين كانوا عايزين ياخدوا جيرالدو، نجح الاهلي ونجح باشمهندس سعد القيعي في ان هو يسافر لانجولا ويخلص الصفقه برغم وجود منافسه كبيره جدا مع الترجي. جيرالدو لعيب موهوب، لعيب جناح، يقدر يلعب في جناح ايسر ويقدر يلعب جناح ايمن وصانع العاب، يعني هو رجليه الشمال برده كويسه جدا، ستايله كده قريب من ستايل شيكابالا، قريب من ستايل وليد سليمان، لعيب مهاري عنده تسديده قويه جدا، بيقدر يلعب ضربات ثابته بشكل كويس جدا، هيفيد الاهلي كتير الفتره الجايه، واظن ان هو ابرز صفقه في الاهلي لغايه دلوقتي. صحيح. طيب نروح كمان لاعاده الهيكله اللي حصلت في قطاع الكره كله، سواء في الفريق الاول وكمان الاكاديميات وقطاع الناشئين. شفنا النهارده قرارات كتير جدا حصلت، وكان اهمها اكيد طبعا بالنسبه للفريق الاول، سيد عبد الحفيظ هو مدير للكوره بيستمر في منصبه اللي كان مؤقت، مارتن لاسارتي هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي، محمد يوسف مدرب عام، سباستيان مدرب مساعد، سامي قمصان مدرب، اليخان مدرب احمال، كابتن طارق سليمان مدرب لحراس المرمى. شفت ازاي استمرار طبعا كابتن محمد يوسف الجهاز الفني المعاون للاسارتي المدير الفني القادم او الجديد للنادي الاهلي؟ يعني الكل كان فتره فاتت منتظر عوده كابتن محمود الخطيب من المانيا بعد الرحله العلاجيه. كابتن محمود الخطيب هو اللي بيدير ملف الكوره بنفسه. صحيح. كان في جدل الفتره اللي فاتت، كان في اخبار كتير وتقارير كتير عن اسم المدير الفني، عن شكل قطاع الكوره الفتره الجايه. النهارده المجلس الاداره نهى كل الجدل ده وحسم الموضوع تماما، اعلن تشكيل جديد للجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي طبعا، واستمر كابتن محمد يوسف منصب المدرب العام، ومعاه كابتن سامي قمصان، وفي مدرب جاي مع لاسارتي سباستيان في مدرب مساعد، ومدرب احمال اليخاندرو. يعني ده تقريبا هيبقى هيدي شويه استقرار للفريق الفتره الجايه، هيدي شويه استقرار لداخل النادي، هيبقى في بقى تركيز في الماتشات الجايه للاهلي. صحيح. الاهلي مجبر على مباراه مهمه جدا، اولها بكره مع النجوم. صحيح. كل مباراه الاهلي تقريبا في الدوري صعبه، مفيش مباراه مش مهمه، مفيش مباراة كمان سهلة. حتى كل الفرق، كل مباراه الدوري صعبه على كل الفرق. اكيد نبدا بكره مع النجوم. الدوري بقى شكله مختلف تماما جداً. دلوقتي خالص يعني خالص. يعني الدوري المصري تحول فجاه، كل الفرق عندها الفرصه ان هي تنافس، كل الفرق بتبقى نازله وعندها الفرصه ان هي تكسب، انها تكسب. المستويات بقت متقاربه لحد كبير، كل الفرق مش داخله المباريات مش ضامنه انها تكسب، ما فيش ماتش سهل، وبالذات الاهلي الفتره اللي فاتت كان في طبعا كبوه في نوفمبر، قدر يخرج منها
مع اول شهر ديسمبر، وحقق 3 انتصارات متتاليه في الدوري على بتروجيت وعلى الجونه واخيرا على طلائع الجيش، وقدر يكسب طبعا فريق جيما الاثيوبي. يعني الفريق فاق شويه من الكوة اللي كان فيه. صحيح. وكل المباريات اللي جايه طبعا مباراه كؤوس، الاهلي لازم يكسب كل المباريات الجايه، بيخش الماتشات وهو بيفكر في هدف واحد هو الفوز. أكيد. مباراه في الدوري، مباراه في افريقيا، ماتش جيما الاثيوبي في اثيوبيا. يعني الاهلي عايز يعدي. شايف ازاي اللقاءات الكتير اللي ورا بعضها؟ يعني يوم الجمعه اللي فاتت كان لقاء جيما الاثيوبي، رجعنا سبت الحد معسكر اهو احنا داخلينه الاثنين اللقاء مع النجوم، بعد النجوم على طول متوجهين من ملعب المباراه لاستاد القاهره عشان هيكون في سفر كمان لاثيوبيا عشان اللقاء القادم قصاد جيما يوم الجمعه، اللي جايه طبعا، واحنا عارفين قد ايه ان الطيران في افريقيا بيكون صعب ووجد. شايف اللقاءات ورا بعض هتأثر سلبا على النادي الأهلي أو على مستواه الفترة اللي جاية؟ يعني هو الأهلي اتعود على كده من بدري، الأهلي على طول بيلعب في أفريقيا، بيلعب في الدوري المحلي، بطولة عربية، على طول بيكون في مباريات متلاحقة على الأهلي. الفترة الجاية هو ماتش الجمعة إن شاء الله مع جيما الأثيوبي هيكون مباراة صعبة، الأجواء في أثيوبيا مش سهلة، بيبقى فيه نقص في الأكسجين في كل المباريات اللي بنلعبها في أثيوبيا. صحيح. الأهلي زار أثيوبيا قبل كده في بطولة أفريقيا مرتين تقريبا، لعب مع البن الأثيوبي مرتين، مرة تعادلنا 0-0 ومرة 1-1، فإن شاء الله الماتش الجاي برضو كان نفسنا النتيجة في مباراة الذهاب تكون أفضل، كان نفسنا الفرص الكتيرة اللي جات للعيبة الأهلي كانت يعني النتيجة تكون أكبر من كده. 2-0 نتيجة لحد ما جيدة، مباراة الذهاب والإياب 2-0 تكون نتيجة كويسة، بس كان طبعا كان أفضل إن احنا نحسم الأمور من مباراة الذهاب. صحيح. الماتش لو خرج 3 أو 4. بس شفت مستوى الفريق الأثيوبي إزاي قصاد النادي الأهلي؟ هل ممكن يكون في منه خوف أو قلق في المباراة القادمة؟ يعني هو طبعا مستواه متواضع لحد ما، بس برضه مش عايزين نطمن للموضوع. وصول النادي الأهلي كمان للمرمى حوالي 9 مرات. 9 مرات. يعني وبس تسجيلنا لهدفين من التسع محاولات او من التسع كرات اللي كانوا خلاص يعني على وشك ان هم يترجموا لاهداف، يعني شفتوا ازاي؟ كان نفسنا طبعا النتيجه تبقى افضل من كده، لكن الفريق ان شاء الله قادر ان هو يخلص الموضوع، قادر ينهي المباراه من مباراه الاياب ان شاء الله في اثيوبيا. زي ما قلت لك كان في زيارتين قبل كده لاثيوبيا، الاهلي قدر يعني ما خسرناش في اثيوبيا، لعبنا مرتين وتعادلنا، ونتيجه كافيه للصعود ان شاء الله في لدور المجموعات. صحيح. يعني الاهلي عايز يعدي المرحله دي بكل ما فيها وكل الصعوبات اللي فيها. مباراه الذهاب كان فيه صعوبات كتير جدا، الاهلي دخل المباراه مضطر بقائمه مكونه من 16 لعيب بسبب الاصابات وبسبب الغيابات اللي كانت متسلسله في ازارو ايقاف، طبعا لعيبه كتير جدا مصابه. صحيح. المرحله الجايه في لعيبه كتير ابتدت ترجع، علي معلول شارك في التمرينات الجماعيه. حقيقي. ازارو شارك، احمد فتحي بيشارك. فالفتره الجايه في قوه ضربه كتير هترجع للاهلي، هيقدر هتاثر اكيد ايجابيا مع الفريق ان شاء الله، هتاثر بشكل كبير. صحيح. وشكل الاهلي يتحسن بالاضافه طبعا كمان لوجود الصفقات الجديده، وطبعا اول فريق كمان كله شكله هيتغير مع بدايه يناير. ده كمان الكلام اللي قاله لنا كابتن محمد يوسف، قال استنوا النادي الاهلي بشكل مختلف تماما في يناير القادم. في يناير ما انا زي ما قلت لك احنا بس عايزين الاهلي عايز يعدي المرحله دي، عايز يعدي الفتره اللي شغال فيها دلوقتي بافضل النتائج، وبعد يناير هيبقى في كلام تاني، في صفقات جديده. طبعا الاهلي ضم محمود وحيد ظهير ايسر مصر المقاصه، وده هيمثل برضو حل لازمه دفاع الاهلي. محمد محمود لاعب وسط ودجله، انا بتكلم على محمود وحيد هيبقى موجود كظهير ايسر مع علي معلول، ده هيدي الفرصه لايمن اشرف ان هو يرجع تاني يلعب في مركز المساك اللي تالق فيه بشكل كبير. محمود طبعا لعيب صغير في السن، امكانياته كبيره جدا، يقدر يشتغل في منطقه وسط الملعب. وعايز اقول لك ان من ابرز برضو الصفقات اللي هتتم في يناير هي عوده جونيور اجاي وعوده صالح جمعه. اكيد طبعا. جونيور اجاي كان من اهم عناصر الاهلي الموسم اللي فات. صالح جمعه انا شايف ان هو يعني هو السنتين اللي فاتوا هو ممكن يكون هو ندمان عليهم، وده اللي واضح، وده اللي طبعا كلنا شايفينه خلال لقاءاته التلفزيونيه، وكمان دخوله مع كابتن سيد عبد الحفيظ قبل كده عبر الهاتف في برنامج هنا في قناه النادي الاهلي، كمان وجوده مع زميلي عمر ربيع ياسين في لقاء يمكن من ايام على شاشه قناه النادي الاهلي، اتكلم قد ايه هو ندمان على اللي فات وطلب من الجمهور ان هو ياخد فرصه ثانيه عشان يثبت نفسه. قال كده بالظبط، وهو انا شايف ان هو المره دي هو قادر ان هو يرجع. هو صالح جمعه يعني صالح جمعه
ما فيش لعيب تقريبا زيه في مصر. صحيح. لعيب كامكانيات كامكانيات نص ملعب، كامكانيات لعيب كره، لعيب بصير بيقدر يصنع اهداف. صالح جمعه يمكن الوحيد اللي يقدر يلعب في كل مراكز نص الملعب، يقدر يلعب كديفندر دفاعي، يقدر يلعب كلاعب وسط دايره، يقدر يلعب كصانع العاب. هيبقى في حضور مع النادي الاهلي، بس صالح جمعه هيبقى اضافه كبيره جدا في يناير. صحيح. طيب نرجع ونتكلم عن الصفقات عامه للنادي الاهلي. شايف النادي الاهلي محتاج ايه تاني؟ محتاج يدعم صفوه مين تاني؟ الاهلي ابرم حتى الان 3 صفقات. صحيح. اتوقع ان يكون في صفقتين كمان من الدوري المصري، من الدوري، من اللعيبه المحليين. من اللعيبه المحليين. طب احنا لو هنتكلم طبعا عن الاجانب، الكلام دلوقتي كله بيتقال ان كوليبالي هيرحل عن النادي الاهلي عشان يعرفوا يأيدوا جيرالدو. جيرالدو شايف الكلام ده ازاي؟ اكيد بعد التعاقد مع جيرالدو امس، واظن ان الاسم الاقرب للرحيل هو سليف كوليبالي. كوليبالي طبعا كلنا عارفين ظروف انضمامه للنادي الاهلي، بس ده اكيد هيسبب ازمه دفاعيه، يعني برضو هيبقى احنا عندنا مشكله، عندنا مشكلة نقص دفاعي. ما انا زي ما قلت لك، هو يعني الفتره الجايه محمود وحيد هيمثل حل كبير، هيدي فرصه لايمن اشرف انه يرجع في مركز المساك مره ثانيه. السنه اللي فاتت تقريبا ايمن اشرف هو كان لعب الموسم كله في مركز المساك. صحيح. فمحمود وحيد هيحل الازمه دي. هل تتوقع ان النادي الاهلي ممكن يدعم صفوفه في الدفاع بلاعب محلي اخر؟ لاعب محلي. مين؟ في لاعب محلي خلال الايام هيكون موجود في النادي الاهلي، واظن الاسم الاقرب هو محمود مرعي. محمود مرعي مدافع. محمود مرعي مدافع وادي دجله. يعني خلال الايام ممكن يكون هو الصفقه الرابعه للاهلي ان شاء الله. يا ريت. طيب لو بنتكلم طبعا عن النادي الاهلي، واتكلمنا كمان عن ضياع الفرص الكتير في اللقاء اللي فات، 9 محاولات على المرمى ما تترجمش منهم غير بس هدفين، شايف ان الاهلي عنده مشكله في انهاء الهجمات، وهل لازم يشتغل عليها في الفتره اللي جايه المدير الفني الجديد للنادي الاهلي؟ دي من ضمن الازمات اللي الاهلي بيعاني منها الفتره الاخيره. طبعا لاحظنا طبعا كميه الفرص اللي كانت في مباراه جيما الاثيوبي، هدفين بس بعد ما وصلنا 7 مرات للمرمى للفريق الاثيوبي. بطوله افريقيا السنه دي هتبقى صعبه اكيد. الكاف عامل نسخه استثنائيه من البطوله في العام اللي احنا شغالين فيه، يعني نهائي بطوله افريقيا السنه اللي فاتت الاهلي والترجي كان يوم 9 نوفمبر. صحيح. والنسخه الجديده بدات على طول في نهايه نوفمبر. الكاف عايز يعدل نظام البطوله، عايز يخلي دوري ابطال افريقيا بنفس تفاصيله، نفس مواعيد دوري ابطال اوروبا. هتبتدي البطوله من اول النسخه الجايه، هتبدا في اغسطس. طب هتبدا في اغسطس ازاي بقى؟ هتبتدي ازاي في اغسطس واحنا لسه ما خلصناش النسخه دي؟ ما هي النسخه دي كانت استثنائيه. لا احنا بنتكلم عن الدوري، احنا بنتكلم عن الدوري. لا الدوري الله يكون في عون اتحاد الكوره ولجنه المسابقات، في كميه مباريات مؤجله كتير جدا. طبعا بطوله افريقيا كمان هتتلعب في يونيو القادم، وبشكل كبير هتكون موجوده في مصر ان شاء الله، فده هيسبب ازمه للجنه المسابقات. لكن هم اكدوا ان هم قادرين ان هم نتمنى ينظموا جدول المسابقه قبل البطوله، وهتستمر اللي بعد البطوله كمان. جمهور النادي الاهلي ودوره في الفتره اللي جايه شايفها ازاي؟ ده دوره دلوقتي، دور جمهور الاهلي تقريبا ما فيش وقت لانتقاد اسم مدرب، لانتقاد اسم لاعب. ده وقت جمهور الاهلي، وقت الدعم الحقيقي، وقت المؤازره الحقيقيه للفريق. زي ما قلت لك الاهلي عايز يفوق من اللي حصل الشهر اللي فات، ويعني خلاص مهما كان اسم المدرب اللي كان هيجي للنادي الاهلي كانت هتلاقي فيه انتقادات عليه. يعني كل الاسماء اللي اتطرحت الفتره الاخيره كان في ناس معه وكان في ناس ضد. اي اسم كان هيجي للاهلي الفتره دي كان هيكون فيه انتقادات كتيره ليه. اكيد. مجلس اداره مش هيقدر يرضي طموحات كل الجماهير، في اراء مختلفه، لكن هو طبعا كابتن الخطيب هو اقدر واحد يتكلم مع ملف الكوره. صح. اقدر واحد يكون قريب من الملف، هو اللي اختار اسم المدرب، وده وقت الدعم ليه ايا كان هو مين. جمهور الاهلي لازم يدعم الفريق دلوقتي، لازم يأزره عشان الفتره الجايه ان شاء الله نرجع. اكيد. تامر خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاك بقيه كلامنا عن الجمهور وعن النادي الاهلي وعن مشواره الافريقي وكمان عن مشواره في الدوري المصري الممتاز، لكن بعد الفاصل. رجعنا تاني ولسه مكملين معاكم وحوارنا مع استاذ تامر هشام الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. كنا بنتكلم طبعا عن دور الجمهور، جمهور النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، واهميه الجمهور في دعم فريقنا ان شاء الله سواء في البطوله الافريقيه او في الدوري المصري الممتاز. يعني بكره اول مباراه بعد التوقف الافريقي اللي فات، مباراه النجوم. زي ما قلنا مباراه صعبه زي كل مباريات اللي بيلعبها الاهلي. هي المباراه هيكون فيها حضور جماهيري، وزي ما اعلن الاهلي امبارح ان هو فتح باب الحجز تذاكر المباراه،
يعني نتمنى يكون في دعم اكبر من جماهير الاهلي الفتره الجايه. شفت ازاي الحضور الجماهيري للنادي الاهلي في اللقاء اللي فات في دوري ابطال افريقيا قصاد جيما الاثيوبي؟ يعني ما كانش بالكثافه العاديه الكبيره، بس برضه وجود صوت في المدرجات، وجود حتى لو عدد قليل في المدرجات، بيدي برضه حماس للعيبه، بيدي انطباع ان بس احنا لازم نقول ان النادي الاهلي في امس الحاجه دلوقتي لجمهوره. ده اكتر وقت الاهلي محتاج فيه جماهيره. الاهلي عنده عدد كبير من المباريات الفتره الجايه في الدوري وفي بطوله افريقيا. الاهلي محتاج يكسب كل المباريات الجايه في الدوري عشان يرجع للمنافسه تاني ويرجع لمكانه الطبيعي في جدول المسابقه. ده الدور الطبيعي للجمهور، وده اكتر وقت الاهلي محتاج فيه جماهيره. طيب عايزين برضو نقول لكم ان كمان دلوقتي في البريمير ليج ليفربول مع مانشستر يونايتد، ليفربول بيتقدم عن طريق ساديو ماني في الدقيقه 24 على مانشستر يونايتد، وطبعا محمد صلاح نجمنا المصري بيلعب اساسي من بدايه اللقاء. طيب بنتكلم عن اللقاء القادم قصاد النجوم، عن اهميه طبعا لقاءات النادي الاهلي المؤجله كلها عشان النادي الاهلي يقدر يرجع مره ثانيه او يرجع كالمعهود ليه ان هو يتقدم في دوري او في ترتيب الدوري الممتاز. شايف الدوري في الموسم الحالي مختلف ازاي؟ غير طبعا ان كل الفرق متقاربه وكل ممكن يكسب، في ايه اهم الظواهر الباينه جدا في الدوري المصري في الموسم الحالي؟ يعني شكل المنافسه اختلف كبير اختلف كتير عن الفتره اللي فاتت. بقى في فرق كتير تقدر تقف قدام الفرقه الكبيره، في فرق كتير دلوقتي تقدر تاخد نقط من اهلي من زمالك. طبعا ظهور فريق بيراميدز برده كان ظاهر بشكل كويس، ومن ضمن المرشحين لان هم ينافسوا على المراكز المقدمه للبطوله. الاهلي كان بعيد طبعا طول الفتره اللي فاتت عن الدوري اللي انشغلوا بطوله افريقيا النسخه اللي فاتت، لكن مع توالي المباريات الاهلي حقق 3 انتصارات، والفترة الجاية برضو مطالب ان هو يكون موجود في البطولة ويقدر يكسب المباراة المؤجلة عشان يقدر يرجع مكانه طبيعي في المقدمة. لو كلمتك عن توقعاتك للمربع الذهبي في الموسم الحالي مين فيه؟ يعني هو هتبقى صعبة شوية، لكن طبعا اهلي زمالك بيراميدز ممكن يدخل معاهم، ممكن يكون في مفاجأة في المقاولين مثلا؟ ممكن اي حد يكون في المركز الرابع. حاسس قدم مستوى كبير جدا مع المقاولين في الفترة الفاتت. إنتاج الحربي كمان إنتاج حربي برضو مستوى كويس جدا، يعني صعب جدا ان احنا نتوقع اي نتيجة مباراة، صعب جدا. صحيح. بشكرك جدا تامر هشام الناقد الرياضي في وكالة انباء الشرق الاوسط، نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا، استمتعنا بوجودك معانا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، اشوفكم ان شاء الله بعد بكره يوم الثلاث القادم في حلقه جديده الساعه 5 مساء. بكره ان شاء الله يكون الفوز هو حلفنا في لقاء النادي الاهلي المؤجل من الاسبوع ال 12 قصاد النجوم. يوم سعيد على حضراتكم.